في نهاية هذا الشهر وبالتحديد يوم 28 و29 نوفمبر سيشارك اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا في مؤتمر الأقليات في الأمم المتحدة بجنيف، وسوف يمثل الاتحاد الدكتور إبراهيم حبيب نائب رئيس الاتحاد والأستاذ مدحت قلادة رئيس الاتحاد مجلس حقوق الإنسان المنتدى المعني بقضايا الأقليات في دورته 12 يوم 28 و29 نوفمبر الجاري. هناك العديد من البنود في جدول الأعمال لهذا المنتدى: إقرار جدول الأعمال، حقوق الإنسان والتعليم بلغات الأقليات، أهداف السياسة العامة للتعليم بلغات الأقليات وتدريسها، الممارسات الفعالة للتعليم بلغات الأقليات وتدريسها، اللغة والتعليم وتمكين نساء وفتيات الأقليات. ده جدول الأعمال لذلك أو لهذا المؤتمر. جدول الأعمال: عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 6/15 و19/23 ستعقد الدورة 12 للمنتدى المعني بقضايا الأقليات يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في جنيف في قصر الأمم. سيعرض على المشاركين في المنتدى جدول الأعمال المؤقت الوارد في هذه الوثيقة كي ينظروا فيه بغرض إقراره. معنا في هذا الشأن الدكتور إبراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور يا أستاذ هاني. أهلا بحضرتك يا دكتور. لا إزاي حضرتك؟ بخير. أهلا. الحقيقة جت المكالمة دلوقتي على السريع بس عرفت كده الموضوع على الماشي، اللي هو المشاركة اللي هنعملها في مؤتمر الأقليات أو هو الـ Minority Issues Conference. أيوة تمام. يوم 28. أيوة. دي المرة الكام اللي بتحضروا فيها هذا النوع من الاجتماعات؟ يعني أنا أول مرة حضرت كان سنة 2005. أيوة. ولي دراسة معمولة على الموقع بتاع الهاي كوميشن الأوفيس أوف هاي كوميشن أوف هيومن رايت، لغاية دلوقتي موجودة في الموقع. دي كانت سنة 2005، دراسة يعني حوالي 45 صفحة فيها حوالي 40 ريفرنس عن تأثير المادة الثانية على حياة الأقباط أو الأقليات بصفة عامة، في من ناحية يعني حاجات كتيرة جدا اللي هي مثلا حرية الديانة، دي أول واحدة، سواء بالنسبة للمسيحي أو بالنسبة للمسلم أو للمسلم اللي عايز يتنصر، في المواريث، في الزواج، في الحضانة، في يعني طبعا دي دراسة يعني الواحد ممكن يتكلم عنها ساعة مثلا، في كل الحاجات دي موجودة من سنة 2005. دي كانت أول مرة وكان دعانا يعني أو إحنا يعني دخلنا الأقباط المتحدون تحت منظمة الكلمة. أيوة. للأستاذ ممدوح نخلة. أيوة. لأنه هو كان عضو، والأستاذ ممدوح نخلة كان في الوقت ده ومازال زميل للأقليات في الأمم المتحدة. أيوة. فهذا دخلنا ومن ساعتها يمكن من سنة 2005 لغاية دلوقتي يعني 14 سنة تقريبا، حضرنا حوالي 12، أنا شخصيا يعني حضرت حوالي 12 مؤتمر. أيوة تمام. وموجود بعض الجلسات يعني مسجلة، ومن سنتين كنا طبعا كان في شيء من المواجهة مع أنت عارف حضرتك مصر لها بعثة دائمة في الأمم المتحدة سواء في نيويورك أو في جنيف. أيوة. فكانت السكرتيرة الأولى كانت موجودة
وكنا بأول مرة نتكلم عن الأزهر ونتكلم على يعني الصعوبة الشديدة اللي بيواجهها المسيحيين واللي بيواجهها حتى الرئيس السيسي من شيخ الأزهر في تحدي للحكومة المصرية. أي. إن هو اتقال له كذا مرة يعني المناهج اللي بتدرس في الأزهر كلها يعني فيها جزء كبير بيدعو للكراهية، ودي بتسيء لمصر وصورة مصر. وأعتقد الرئيس السيسي اتكلم حوالي 3 مرات معاه على الموضوع ده ولم يطلع بأي نتيجة، ولا ويعني وحاجات بسيطة جدا اللي هي حصلت، إنما المقررات و الحاجات اللي هي الكتب اللي هي التراثية أو اللي هي بتبيح قتل الكافر وتبيح قتل المرتد وتبيح حتى اللي جاهر بالصلاة وتبيح أكل لحم المقتول لأنه مرتد، يعني تبيح طبخه، حاجات يعني متخلفة بشكل غير عادي ما زالت بتدرس. الإرهابيين في العالم خريجي أزهر، ابتداء من عمر عبد الرحمن وعبد الله عزام الأب الروحي لتنظيم الجهاد الأفغانية، كلهم خريجي أزهر. محمد سالم رحال مؤسس تنظيم الجهاد في الأردن خريج الأزهر. أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام في نيجيريا خريج الأزهر. أبو أسامة المصري قائد تنظيم ولاية سيناء خريج الأزهر. عبد رب الرسول سياف رئيس الاتحاد الإسلامي في أفغانستان، ماجستير حديث من الأزهر. برهان الدين رباني ثاني رئيس دولة في كابل في أفغانستان كذلك خريج أزهر، وهكذا. يعني احنا المرة دي برضو هنروح لان مجال الكلام في يعني الثيم بتاع المناقشة المرة دي هيكون عن اللغات الأصلية، دي حاجة، والتعليم، اللغات والتعليم. وفي التعليم انا متهيألي كنت بتكلم مع استاذ مدحت النهارده، مدحت إلادة، وبنتفق على ان احنا نقسم المواضيع ما بيننا، وجود يعني في المؤتمر بتاع الاقليات بحيث ان احنا ما نكررش الكلام، يعني كل واحد يمسك نقط ما تتكررش في الحديث الثاني. فلابد ان احنا هنثير موضوع الشيخ الازهر وتحديه للحكومه والرئاسه، وتحدي المشاعر المسيحيين وغير والاقليات الاخرى الموجوده في مصر، واصراره على تدريس المواد المثيره للكراهيه والمواد اللي هي بتسبب يعني زي ما قال الله يرحمه الاساس اللي هو كان رئيس الكريستيان كواليشن، الاسلام السياسي اكبر تهديد للسلام الاجتماعي والحريات السياسيه في القرن 21 والسلامه الشخصيه. ايوه فعلا الكلام ده احنا كنا بنشتكي منه وبنقوله زمان والعالم مش مصدق، ودلوقتي العالم كله صدق وشاهد وقاس من الارهاب والاسلام السياسي. ايوه ده حقيقي ان شاء الله احنا ايوه حضرتك ذكرت يعني حضرتك ذكرت انه هيكون بيتكلموا عن حقوق الانسان والتعليم بلغات الاقليات، يعني هنا طبعا ما معناه انه انتوا يعني ك يعني من اتحاد المنظمات القبطيه هتعرضوا موضوع اللغه القبطيه لو في وقت، او يعني نتمنى ان يكون في حد تاني، لان طبعا ده موضوع تاني بس يمكن في الاهميه يجي في الدرجه الثانيه. ايوه
الموضوع بتاع طبعا الاقليات، يا اما اقليات عرقيه، يا اما اقليات دينيه، يا اما اقليات لغويه. سواء يعني قبل الاقباط او لم يقبلوا، احنا اقليه دينيه، احنا شعوب اصليه. ايوه، لكن كعدد احنا اقليه دينيه. ايوه العدد. ايوه كلام عن العدد. ايوه، من حق الاقليات سواء اثنيه او دينيه او عرقيه، بس اثنيه او دينيه او لغويه، ان هي تحتفظ بلغتها، ان هي تدرس لغتها، ان هي ثقافتها تبقى بروموتد، يعني يحتفظ بيها، وكمان تبقى ايه موجوده كده هو وتمارس وتشجع. يعني ده اللي يمكن الترجمه الاقرب حاجه لكلمه بروموشن. فده القانون الدولي، القانون الدولي كده. للاسف احنا ما عندناش جامعه بتدرس الكرسي للغه القبطيه الا الجامعه الامريكيه من حوالي 4 5 سنين عملته. ده جامعه مش مصريه. العالم فيه يعني جامعات بتدرس اللغه القبطيه ككرسي ومنهج، انما في مصر ما شفناش، ما حصلش لغايه دلوقتي. طبعا ما زال في حاجات كتيره جدا، الموضوع ده متشعب جدا، بتاع يعني التمييز او الاضطهاد. طبعا مش ما نقدرش نقول ان في اضطهاد حكومي، انما في تمييز ما زال موجود، وفي اضطهاد على مستوى القيادات الوسطى والدنيا في الجهاز الحكومي. الجهاز الحكومي محتاج ان هو ينظف. انا لما سمعت من حوالي 3 اسابيع ان في 1700 مدرس يعني انهوا عملهم، تم طردوا من وظيفتهم. ايوه، انا بقول ان في قد كده 100 مره، في قد كده 100 مره في مصر مدرسين ينتموا الى الارهابيه، الجماعه الارهابيه، جماعه الاخوان المسلمين. وان المجتمع طبعا دي برضو مشكله مش سهله، المجتمع محتاج لتطهير. فيعني احنا هنضطر، احنا في المره دي ان شاء الله الموضوع الاساسي هنتكلم فيه الكتب اللي هي الاقناع مثلا في حل الفاظ ابي شجاع، الكتب اللي هي التراثيه المراجع فيها مواد تدعو للكراهيه وتدعو للقتل وقتل الابرياء واحتقار المراه، ويعني الحاجات اللي هي دلوقتي لا تتمشى اطلاقا مع الانسانيه، حتى مع ابسط قواعد الانسانيه. المواد اللي هي المتخلفه اللي سحبت المجتمع للخلف 1400 سنه وما زال شيخ الازهر ما زال بيتحدى بيها الحكومه وبيتحدى مشاعر الاباط ولسه بيدرسها في الازهر. طبعا هيكون موجود افراد من البعثه الدايمه، وانا متوقع ان يبقى في، طبعا المره اللي فاتت كان في رد يعني على الكلام لا علاقة له بالموضوع وكان خارج الموضوع، لما احنا قلنا ان الازهر بيدرس مواد الكراهية ومواد العنف ومواد تدعو لاحتقار المرأة. ايوه، المرة دي برضو يعني مش هيلاقوا كلام يتقال. الكلام المرة فاتت ده شيخ الازهر وفي قانون وفي دستور، وفي الدستور المسيحي زي المسلم، والشيخ الازهر كان موجود هنا في سويسرا. طب ايه ده؟ ايه علاقته بالموضوع؟ طب دي احنا بنتكلم كلام موضوعي وبنتكلم ان الازهر بيدرس الحاجات دي. طب انت ردك ايه؟ مفيش يعني لغايه دلوقتي ما شفناش اي تحسن. ايوه، للاسف. حضرتك ذكرت يعني انه على مدى اكثر من 14 سنه، منهم حضرتك منهم تقريبا 12 مؤتمر، لكن عمل اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا كان عمره أطول من كده بكتير. اتحاد المنظمات الأوروبية
يعني على ايد ظهر في على ايد طبعا كلنا كنا نشطاء قبل ما ننضم للعمل القبطي اللي هو اتحاد المنظمات القبطيه. أيوة. يعني انا من يعني بقى اتكلم على تواريخ يعني تاريخ. أيوة. طبعا اضطهاد الاقباط ابتدى في عام 1972 لما انا كنت طبعا خريج اسيوط، وابتدينا نسمع ونشوف ان الجماعات الاسلاميه اتكونت، وكان محمد عثمان اسماعيل محافظ اسيوط سمعنا ان هو كان بيقابل الجماعات الجماعه الاسلاميه وبيشجعهم ويديهم فلوس، ولدرجه ان احنا سمعنا ان هو جت عربيات كارو شايله مطاوي وزعها عليهم مطاوي الغزال، واتقفل الجيمنيزيوم وفصل الاولاد عن البنات، وطلعت مظاهرات في الشوارع بتقول اسلاميه اسلاميه وما فيش حد اتعرض ليهم، وبعد كده الطلبه بتوع المسيحيين ابتدوا يرموهم من المدينه الجامعيه وهكذا. دي كانت البدايه بالسادات بيقول انا زعيم دوله، زعيم اسلامي لدوله اسلاميه، وطبعا دي كانت الاشاره وكان الضوء الاخضر لجماعات الاسلام السياسي. احنا ما ابتداش نتحرك، طبعا التاريخ بيقول ان ابتدت امريكا وكندا، المرحوم الدكتور شوقي كراس والمرحوم المستشار سليم نجيب ابتدوا يعني المعارضه ورفع الصوت ضد الظلم من امريكا ومن كندا. أي. كنا بنستنى مجلات الاقباط بتيجي كل شهر من امريكا، وكان الدكتور شوقي كراس الله يرحمه كان هو بيتولى الموضوع ده. بعد كده في سنة 1993 راح واحد عضو في مجلس اللوردات من انجلترا وراح مصر وعمل تقرير سماه سترانجل هولد اون ذا كريستيان ايجيبشن، وراح في مصر قعد شهرين وكتب التقرير بتاعه. وبعد كده ابتدى بقى ايه، لقينا بيبعت لنا ناس بيقول لنا يا جماعه تعالوا، دي السفاره المصريه الكلام ده سنه 93 بتعارض، وانا عايزكم تكونوا موجودين تقولوا ايه اللي بيحصل معاكم. ابتدينا نروح للبرلمان سنه 93 وابتدينا نقابل الجماعه بتوع السفاره، هم يقولوا الدستور يقول ان احنا كلنا مستويين ومش عارف ايه، واحنا نقول طبعا اللي بيحصل كذا كذا كذا. دي كانت البدايات. وبعد كده ابتدينا ننظم نفسنا الى حد ما، وبعد كده انضمينا تكون الاتحاد الاوروبي للمنظمات القبطيه في اول مره سنه 2008 في فرنسا في اجتماع كل الاقباط. كان المرحوم عبد الهادي طبعا شغال لوحده في اوروبا وكان بيجمعنا كلنا، فعرفنا بعضينا عن طريق المرحوم المهندس عدلي أبدي. بعد ما تكونت اول مؤتمرات سنه 2004 وعرفنا بعضنا، ف بعد كده سنه 2008 كوننا الاتحاد الاوروبي. تمام. عموما يعني نشاط حضراتكم ونشاط جميع الاعضاء في اتحاد المنظمات القبطيه باوروبا، كل واحد في دولته مشهود له بتاريخ طويل ومخلص، وكل واحد بياخد من وقته الخاص ووقته اسرته ومجهود وسفر وترحال واموال ايضا في تبرعات انتوا بتساهموا بيها، كل ده في سبيل القضيه القبطيه. واذا كان الاجتماع القادم في الامم المتحده هيكون يوم 28 و29 نوفمبر الجاري، اكيد لنا اللقاء مع حضرتك علشان نستعرض اللي قدمتوه ويعني نشوف نتائج هذا المؤتمر ان شاء الله. العمل السياسي يا استاذ هاني عمل تراكمي. احنا مش بننتظر يعني رد فعل يعني ايميديت ولا انما بمرور الوقت والناس بتعرف كده والناس بتتحرك. عظيم. اللي هي طبعا مهتمه بالشأن فبيحصل تجاوب غالبا، وطبعا
بلا شك يعني ان السنوات الجايه هتكون احسن من السنه دي، والسنه دي احسن من اللي أي فاتت ان شاء الله. بإذن ربنا، بإذن ربنا. طبعا على وعد بلقاء آخر مع حضرتك بعد انتهاء هذا المؤتمر. متشكر جدا لحضرتك الدكتور إبراهيم حبيب، نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا. كل ما يحدث داخل مصر مهما كان محدود وصغير، داخل قرية صغيرة أو في نجع من إحدى نجوع محافظات مصر، سواء في الصعيد أو في وجه بحري، كل حادث بيحصل ضد قبطية قاصر يتم إغوائها أو يتم خطفها وتتقاعس الدولة في إعادتها لأسرتها، كل قضية من قضايا الأقباط لا ينظر فيها القضاء المصري بعدل ولا يهتم بيها أو تهتم بيها مؤسسات الدولة، كل ده بيتعمل بيه تقارير وبتترفع إلى جهات دولية حقوقية للمطالبة بالنظر لحقوق الأقباط. ده عمل الكثير من أعضاء اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، وإذا كان المسؤولين داخل مصر بيعتقدوا أنه ما يحدث من اعتداءات بيظل في إطار الأسرة الواحدة، الكلام ده مش حقيقي، خصوصا عندما لا يتم إنصاف الضحايا اللقباط. في حوادث كتير بتحصل ضد اللقباط حقيقي، لكن لما بيكون بعض هذه الحوادث بيهتم بيها الأمن والقضاء وينصفوا اللقباط، محدش يقدر يتكلم. لكن القضايا، ودي كتيرة القضايا اللي بنعرضها أمام حضراتكم، الذي لا ينصف فيها اللقباط ويستمر التعنت ويستمر الظلم وبعده القهر، ولا يوجد أي تغيير على أرض الواقع سوى التغيير في اتجاه متشدد يزيد من معاناة اللقباط. وزي ما حضراتكم شفنا منذ دقائق تصرف رئيس الجمهورية مع شيخ الأزهر، اللي للأسف حتى الآن غير مقتنع بتجديد الخطاب الديني، وده رأس الأفعى لكل التطرف اللي بيحصل في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط. اللقباط اللي خارج مصر واللي يعني في اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا أخذوا على عاتقهم رفع كل هذه المعاناة والحالات وقصص الظلم والقهر، وبيرفعوها وبصفة دورية للجهات الدولية الحقوقية سواء في الأمم المتحدة أو في البرلمان الأوروبي. زي ما سمعنا من الدكتور إبراهيم حبيب، هنعرض هذا الموضوع ونشوف نتيجة هذه اللقاءات آخر الشهر الجاري، ونوالي كشف و يعني إظهار مدى المعاناة اللي بيعانيها الأقباط داخل مصر، ومدى التحرك الحقوقي للأقباط خارج مصر اهتماما. ويعني قلوبنا كلنا بتبقى مع أعضاء جسد المسيح اللي موجود حتى الآن داخل مصر واللي لسه بيعانوا